لو كان معك راس مال، شو هو المشروع يلي بتشتغله؟ أي شيء بفتح محل، بفتح مشروع، بس أنا بحب المطاعم الكافيهات، يعني إذا في راس مال طبعاً كبير، يعني ممكن هيك كافيه مطعم شغلة. مجمع طبي، بكوني أنا طبيب، مجمع طبي. إني أفتح مطعم ويعني عيش عيشة منيحة من وراء يعني من مدخول هالمطعم، عيش حياة كريمة ومنيحة. إنه بفتح روضة أو بكون مندوبة معهد أو هيك شيء، يعني درس فيه طلاب. دواجن، مشروع دواجن. مصلحتي أنا صور سيارات، مصلحتي بشتغل. في كثير مشاريع، نفوتي، إكسسوارات، يعني شو بدي أدلك لعدلك من هالسوم كمانك شايفه. لو كان معك راس مال، شو المشروع يلي بتشتغلي؟ هلا أنا فاتحة محل كبة، وأكيد العالم شافتني. لو معي راس مال كنت كبرت مشروعي أكيد، يعني ساويت مطعم، ساويت شغلة أكثر من هيك. فنادق سياحية أحلى شيء، هذا يعني موهبة بحبها أنا، أعمل شيء للسياحة، خاصة عنا نحن ما في عندنا خدمات سياحية بنوب. بالنسبة لي يعني كان من صغري مشروعي وشغلي بالتجارة وشي، ويعني والحمد لله يعني هلأ أنا عم أشتغل بالتجارة، بس مو لصالحي، يعني عامل بأحد المحلات بس الحمد لله، بس رسمال ما في، لو في رسمال تحقق لي إن شاء الله كل شيء. كانت المشاريع متعددة، يعني حسب رأس المال ممكن نعمل مشروع، ممكن يكون صغير أو متوسط أو كبير حسب رأس المال، بشرط يكون مفيد للناس أولاً قبل الفائدة الشخصية، خصوصاً بهالظروف اللي نحن عايشينها. ممكن نفتح سوبر ماركت، ممكن أي مشروع ممكن نشغل فيه عالم. أنت بتبلش من الصفر، وتبلش تطلع شوي شوي، بدك تاخذ عطاءات وتتعلم وتسعر وتكسب وتخسر، هيك الشغل. لكن وجودك على رأس عملك، دوامك الطويل، المثابرة هي بتحقق لك النجاح. وأكيد نمبر 1 اللي هو صدقك بالتعامل، بالإضافة ل الكواليتي الشغل اللي بتعطيهم اياه، جوده العمل اللي بتعطيهم اياه. فهيك انت بتحقق يعني اي مصلحه في الدنيا بدك تكون انت صاحب المصلحه، بتحب مصلحتك رقم 1، رقم 2 بدك توقف على مصلحتك، ما بزبط تمشيها كلاي حدا. فهيك مصلحتك بتمشي.